أصعب موت في الحياة هو السجن، إنك تتحرم من الحاجات اللي كنت بتعملها بمنتهى البساطة، إنك تتمنع من الكلام اللي كنت بتقوله، أو حتى إنك تحبس مشاعرك جواك. والأصعب إن اللي حواليك يفتكروا إن ده حب، وإنهم بيحافظوا عليك ومش واخدين بالهم إن في سجنك في حاجات بتموت جواك. لما حياتك فجأة تقف وحركتك تبقى بالعافية وتشوف كل حاجة من ورا الإزاز، ساعتها بس بتعرف إن الحرية هي الحياة. العصفور في القفص حاسس بالأمان، مفيش غراب هيخطف أكله ولا رصاصة توقعه من السماء. كل حاجة عنده، كل اللي حواليه بيرعوه، بس أحلى ما فيه راح، أغلى ما عنده تكتف جناحاته، حريته. السجن الأصعب هو اللي انت بإيدك بتبنيه وتدخله وترمي مفتاحه وتفتكر ان في حد ممكن ينقذك. كل واحد عنده سجن، سجن مفروض عليه أو سجن اختياري، وكلنا بنقاوم حتى في أسوأ لحظات استسلامنا.